التقط رؤساء الوفود المشاركة صورة جماعية، وقال الرئيس شي جين بينغ في كلمته إن الصين ستواصل المساهمة من أجل السلام العالمي، مؤكدا على التزام بلاده بتعددية الأطراف وبناء آسيا أكثر انفتاحا وشمولا. الصين ستتمسك بالتنمية السلمية وعدم الإضرار بالجيران، وستواصل الصين تعميق الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى، وتسعى إلى حلول سلمية للنزاعات مع الدول المعنية، وستتمسك الصين بالانفتاح والفوز المشترك وتقاسم الفرص التنموية مع الدول الأخرى، وستلتزم الصين بتعددية الأطراف لحماية النظام الدولي الذي حدده القانون الدولي، وستعمل الصين مع الدول الأخرى للإسهام في التشاور والتعاون وتقاسم المنفعة في الحوكمة العالمية، كما ستتمسك الصين بثبات بالنظام الدولي ونواته الأمم المتحدة.